لم يعد موسم نجم البلدة بمحافظة حضرموت مجرد موسم يحتفل به سكانها ومنذ عقود طويلة بما يحمله من تباشير بقرب انتهاء أشهر الصيف الحارة. فقد أضحت البلدة إحدى السمات التي تميز سواحل هذه المحافظة دون غيرها، فما أن يحل نجم البلدة وهو من فصول الخريف الزراعي في النصف الثاني لشهر يوليو تموز من كل عام، حتى يبدأ أهالي مدن الساحل الحضرمي صغارا وكبارا بالتوافد ومنذ ساعات الصباح الأولى إلى الشواطئ للاستمتاع بالنسائم الباردة والاغتسال بمياه البحر التي تنخفض درجات حرارتها إلى أدنى مستوى لها. هذه بلدة خاص بها في المكلا فقط، يعني إلى حدود روكب إلى شارع إلى بروم الدحس، هذا يبرد فيه البحر، وهذا عطية من الله عز وجل لهذه البلاد. لها مثال عندنا في المكلا هنا يقول فيها البلدة تغسلت الخالة ترجع ولدة، ترجع بنت يعني صغيرة شابة. الاغتسال بهذه المياه الباردة المتأثرة بحالة الذوبان لجبال الجليد بمنطقة القطبين الشمالي والجنوبي وانجذاب تياراتها المائية الباردة صوب السواحل المنخفضة من بحر العرب، لا يقتصر الهدف منه في زيادة النشاط وخفض حرارة الأجساد، فهنالك من يؤمن بقدرة هذه المياه الباردة على علاج بعض الأمراض. والله البلدة فوائد كثيرة، اولا تغيير الجو في المنطقه بشكل عام، الشيء الثاني برضه استفيد الجسم من عمليه تنشيط الدوره الدمويه وامراض الروماتيزيوم والامراض العظام وتنشيط الجسم بشكل عام يعني. ويرى الكثير من ابناء هذه المحافظه الساحليه بالاحتفال بهذه الظاهره الطبيعيه والفريده تجديدا لعهود عشقهم للبحر وأمواجه التي تداعب شواطئ مدينتهم، واسترداد لذكريات طفولة بريئة لطالما ارتبطت تفاصيلها بالبحر وحكاياته. دون سواها تستقبل شواطئ حضرموت هذه الظاهرة الطبيعية والمعروفة محليا بنجم البلدة، ودون غيرهم يتلهف أبناء المحافظة كل عام لاستقبال هذه الظاهرة التي يغتسل فيها فصل الصيف بمياه بحرهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.